حقق منتخب الجامعة المستنصرية فوزا على جامعة بغداد في المباراة الختامية لبطولة العراق للجامعات بكرة السلة. بعد أن تنافست فرق الجامعات العراقية من خلال بطولة العراق للجامعات بكرة السلة والتي شاركت فيها أغلب الجامعات العراقية، اختتمت البطولة بالمباراة الختامية بين منتخب جامعة بغداد والجامعة المستنصرية، والتي امتازت بالتكافؤ بالفرص بين الفريقين في الفترتين الأولى والثانية، لكنها أظهرت العديد من الطاقات الواعدة والإمكانيات لدى اللاعبين لربحهم بالمنتخبات الوطنية. اليوم اختتام بطولة الجامعات العراقية بكرة السلة الموسم الدراسي 2017-2018، أظهرت العديد من المنافسات الطيبة والمواهب الجيدة التي أظهرت لنا من خلال المنافسات التي دارت ما بين الجامعات، لحين ما وصلنا إلى المباراة النهائية التي تقام الآن بين جامعتي بغداد والمستنصرية. اللعبة متكافئة، هي بقت الأخطاء، كل من يسوي أخطاء أقل هو اللي راح يفوز. الفترة الأولى تغلبوا علينا، فبالدفاع على البراس القوي قدرنا ان نتحقق بفتره ثانيه فرق نقطه عليهم، والحمد لله تاتي الفتره الثانيه وان شاء الله يعني الفوز يكون جامعه بغداد. شهدت المباراه الختاميه تنافسا واضحا بين منتخب جامعه بغداد ومنتخب الجامعه المستنصريه، الا ان الاخير حصل كاس البطوله ليهديه لجامعته. مبروك للجامعه المستنصريه وهارد لك لجامعتنا، ان شاء الله يكون القادم افضل. المهم بان طلعنا بان اكو مباراه يعني تليق مثل هكذا تجمع وهكذا بطوله اللي هي 17 جامعه، يعني مو قليل من تشترك 17 فريق في بطوله. الفوز للسيد رئيس الجامعه المستنصريه المحترم الاستاذ الدكتور صادق محمد الهماش لدعمه المتواصل للرياضيين في هذه الجامعه العريقه، وخصوصا يعني منتخب جامعه المستنصريه بكره السله. ختامها مسك كما يقال من خلال فوز جامعه المستنصريه ب 86 نقطه مقابل 73 نقطه لجامعه بغداد، وهي مسك الختام لبطوله الجامعات العراقيه. من بابل علاء الجراح، العراقيه الرياضيه.